نتكلم عن طبعا نتكلم عن الباتريوت، تكلمت آخر مرة لكن لا أعرف إذا كان مسجل جيدا أو لا، لكن يمكن أضيف شيء بعد. يعني بخصوص باتريوتس، ايش كنت بقول ايش كنت بقول ايش كنت ايش كنت بقول ايش كنت بقول ايش كنت بقول كان يتعلق بفلوسنا و بالدرافت. نسيت بالضبط، لكن بالنسبة للكورتباك، أنا حددت خياراتنا إلى شخصين، جيمس وينستون و جاكوبي برسات. لأننا نحتاج إلى لاعب حر، و هم الأفضل لنا بالنسبة لي، فخلوني أقارن بين وينستون و بريسيت. وأيضا يعتمد على طموحاتنا، أهدافنا، لأن بخصوص يعني الفرق بين بريسيت و وينستون واضح. بريسيت كورتباك عادي، لن يضرك، وهو تحسين على نيوتن، ولكن لن يصنع
فرق في الفوز وخسارة كثيرا. لن يجيب الفوز، لأجل فريقك. فريقك يحتاج لدفاع قوي وفرق خاصة قوية لكي تساعده. مع ذلك، هو كما قلت، هو تحسين من نيوتن، و وشخص يساعدك في مرحلة ما بين الكورتباكيين. فهذا يعني هذا القرار، إذا كنت تريد أن تدرافت شخص ويخلي يتعلم وتلعب بريسات أو تلعب بريسات سنة أو سنتين، أما وينستون ف يعني كل الاثنين صغار نوعا ما، لكن وينستون عنده سطح أعلى من بريسات. ف المشكلة مع وينستون إنه أحيانا يجيد كثيرا، ويسوء كثيرا في نفس الوقت. أما برسات فهو في وسط، برسات في وسط، لكن وينستون أحيانا يخليك تفوز في المباراة، عنده القدرة، وفي نفس الوقت يخطي أكثر من برسات. ف السؤال أو المسألة إن هل أنت تقدر على أن تحل أخطاء وينستون؟ إذا تقدر على أن تحل سلبياته، فهو قد يكون كورتباك المستقبل لك.
أما إذا لا تقدر أن تحل مشكلاته، لن يكون كورتباك المستقبل. لكن كما أرى الوضع، حتى ولو لا تحل مشكلاته، يعني تقدر تلعب موسم معه. يعني يستحق اللعب، سيضرك ولكن سيساعدك. مع تامبا باي كان سجلهم يعني 500، مثلنا هذا الموسم. لكن مع بلتشيك معه أعتقد نفوز أكثر، أعتقد نتأهل للتصفيات معه حتى ولو لا يتغير، وأخطاءه وسلبياته كما هي. أعتقد إنه تحسين بعد على نيوتن. يعني بريسيت ووينستون كما هو يمكن متساويين. بريسيت وسط، وينستون يساعدك ويضرك فيطلع متساوي وسط، فالاثنين وسط. لكن في احتمال ان وينستون يتحسن غير بريسات. بريسات وصل تقريبا سطحه، لكن وينستون عنده سطح، ففي فرصة ان يتحسن اكثر. لذا ارى ان التعاقد مع وينستون سيكون افضل من بريسات، لكن بريسات الاختيار الثاني. وفي نفس الوقت كما قلت يعتمد على رؤيتك، هل تريد أن تدرافت شخص؟ وإذا تتعاقد مع بريسيت هو يعني عليك أن تدرافت شخص. وإذا تتعاقد مع نيوتن، مع وينستون، يبقى مجهول إذا كنت تحتاج أن تدرافت شخص أو أنك تحل وينستون وتخلي كوتباك المستقبل. ولكن بما أن هذا السؤال مجهول، الإجابة مجهولة، فأعتقد علينا إذا حتى ولو تعاقدنا مع وينستون علينا أن ندرافت شخص. وبعد الموسم نقارن الاثنين.
إذا وينستون تحسنن، أو إذا الكورتباك الصغير طلع أفضل من وينستون، أو في إمكانية أننا نتعاقد مع وينستون ونراه إذا ما تحسن فنبدأ مرة ثانية الموسم الجاي بتعاقد مع كوتباك آخر. ولكن هذا سيعد موسم خسارة مرة ثانية إذا اتبعنا هذا الاتجاه. بدون درافت شخص و ف لا أفضل تريد، لأن إذا علينا تريد إذن سنفقد بطاقة الدور الأول ونفقد لاعب آخر، ف لا أعرف. بما أننا عندنا فلوس كثير، لماذا لا نتعاقد بدل من درافت، بدل من تريد؟ وسنرى من الكوتباكيين سيكون حر بعد نتيجة تسريح مثل جرابولو أو شخص آخر. بالنسبة لجرابولو، مشكلة إصاباته لكن يمكن أحاول معه، وإن في نفس الوقت جاف شخص مثل ما قلت عن وينستون وبرسات. شيء ثاني بخصوص وينستون وبرسات، إنهم نوعا ما متحركين، يمكن وينستون أكثر من برسات، كل الاثنين ليس متحركين في الطراز الأول، لكن عندهم القدرة
قدرة، فهذه نقطة إيجابية. إذا بلتشيك يريد أن يجرب مع كوتباك متحرك، هذه خياراتنا. أعتقد بما أننا عندنا الفلوس، علينا أن نرمي كل فلوسنا على وينستون أو بريسيت عشان نتعاقد معه و و ونخلي الدرافت لحل مشكلة أخرى، أو نتعاقد مع شخص آخر في الدرافت أو في من اللاعبين الأحرار مثل ريسيفر. هذه هي شوية خلاصة أفكاري.